ما حكم المتاجرة بأجهزة الكمبيوتر علما بأن الكثير من الناس يستعملها في المنكرات؟ المتاجرة؟ نعم، بأجهزة الكمبيوتر، الحاسب الآلي. الحاسب الآلي يعني ما يستعمل إلا في المنكرات. يقول كثير من الناس يستعملونها. ما عليكم، كثير من الناس إذا كانت تستعمل في المنافع وفي حاجات الناس، ما عليك، اللي بيستعملها على نفسه، هذا ضرره على نفسه. نعم.